قصيدة نسيتني كنت كاتبها على أساس أنها تكون لعبد المجيد عبد الله، وتلحنت من اللي لحنها اسمه وسم، أول لحن له في الساحة. كان اللحن عاجبني وجلس اللحن معي قاعد أسمعه يمكن شهور وأنا أسمع اللحن، لسه ما أرسلته. هي الـ 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 هي الملحنة بنت، ملحنة بنت ولا تبغى صوتها يطلع، فكنت أسمع الصوت وعاجبني وأبغى أسمعه فنان ولاني قادر أسمعه. أقول عبد المجيد عندي أغنية حلوة سمعني، بحكم هو في جدة وأنا في الرياض، طيب سمعني أرسل لي. أقول والله ما البنت ما تبغى صوتها يرسل، يعني ما تبغى صوتها يتداول، يعني ما أدري ليش، يمكن هي معروفة يمكن هي ما تبغى صوتها يتداول. قال طيب شوف لك أحد يسجلها وأرسلها لي. فكنت جالس في الصراحة، جالس في الليل في الصراحة الساعة 2 من الليل وجالس لحالي، فقعد أشوف إنستغرام شوي وأشوف واحد من الأصدقاء اسمه زيد السويدة، وجه له تحية. زيد كان معاه واحد ويغني معاه، اللي معاه يغني صوته حلو عجبني، وأكلم زيد على طول. قلت زيد وينك؟ قال في الاستراحة، واستراحتهم قريبة من استراحتنا. قلت من اللي عندك هذا؟ من اللي يغني؟ قال هذا ولد اسمه عايض. طيب يبغى يغني يبغى ولا بس كذا في السنابات وفي الانستغرام؟ قال له والله يبغى يغني. قلت تجوني؟ قال يلا جايينك. شوي جاني زيد وعايض، عايض اللي هو الفنان المعروف الآن. جلسوا معي وما أدري إيش وسولفنا، وكان عايض توه يعني بادي ذاك الوقت أو لسه ما بدأ أساسا. قلت له عايض أنا فيه، أنا عبد المجيد طالب مني أغنية نبغى نسجلها ديمو ونرسلها له، فما عندنا، أنا ما أقدر أسجلها بصوتي لأن يعني أكيد ما راح يعرف اللحن، فنبغى نسجلها بصوت جميل مثل صوتك، فإذا تقدر ممكن بكرة نحجز لك استوديو تسجل الأغنية ونرسلها على عبد المجيد على أساس يأخذها ولا لا. فأنبسط عايض فقط لأنه عبد المجيد بيسمع صوته، ما كان في باله فن ولا كان في باله، قال عبد المجيد بيسمع صوتي. قلت عبد المجيد بيسمع صوتك بكرة، من بكرة سجل الأغنية وارسلها لي، وارسلناها على عبد المجيد. سمعها عبد المجيد، كلمته قلت كيف الأغنية؟ قال الأغنية حلوة تجنن واللحن حلو، لكن حاس أنه فيها حتة تشبه أغنية لي أو تشبه أغنية النوال، خليني أركز فيها. عبد المجيد لما يقول لك خليني، خليها عندي معناتها 3 سنوات، خليها عندي وأنا حاب الأغنية وأبغاها تنزل. فقلت مدام أبو عبد الله مو مقتنع فيها الاقتناع أو أنه بيجلسها عندها الفترة، الولد هذا ليش ما نخليه يطلع؟ يعني ليش ما نعطيه الفرصة؟ كلمت عايض. أنا كنت أنا يعني اللي جرأني على الموضوع أنه أنا كنت مسافر وقتها، كنت حسافر في رحلة يمكن 14 ساعة، ففي الوقت هذا حتى لو درى عبد المجيد وكلمني ما حيكون الموضوع. كلمت عايض قلت عايض أنت مقتنع باللي سجلته؟ قالي. قلت عجبتك؟ قالي. قلت أبغى تغني؟ قال أبغى أغني. قلت افتح قناة هالحين في اليوتيوب وسمها قناة رسائل، نبغى نوجه رسائل عاطفية للناس أنا وأنت، بعدين يعرفونك الناس في هالقناة قناة رسائل. قال متى أسويها؟ قلت الآن سوى، قبل ما أطير لأني خايف من عبد المجيد. سجل القناة قناة رسائل ونزل الأغنية، عطاها أرسلها لي، طبعا أنا ما نشرتها لكن نشروها أصدقاء له، هو داخل ذاك الوقت في السوشيال ميديا وعنده أصدقاء في السوشيال ميديا، هو عنده سناب وعنده، نشرها ونشرها بين أصدقائه ونشرها. أنا طرت ونزلت هناك، فتحت جوالي لقيت العالم ترسل، لقيت الأغنية وصلت 500,000 خلال يمكن 14 ساعة. عرفت أن الولد نجح يعني، وعرفت أن الأغنية عدت واستمرت الأغنية في تصاعد إلى الآن، والأغنية تنطلب من عايض وهي أول أغنية طلع فيها عايض. طبعاً
أنا ما عندي سالفة فلان هو اللي طلع فلان ولا فلان هو اللي بدأ في الموهبة. مثل الجريمة لابد أن تكتشف، سواء فهد ولا فلان ولا فعايض، طالع غصبا عن أي واحد، لا فهد ولا غيره ولا هو. بعده غنى ساقي العطش، بعده غنى كم أغنية، وإلى الآن وعايض هو النجم الأول في جيله، ولا فضل لأي أحد عليه، لا أنا ولا غيري. نسيتني علمني الليلة هنساك، أنا عجزت أفرق نجوم ليلك، كل ما بغيت أمشي طريقي لفرقك، ألقى الطريق يحن ويردني لك. نسيتني علمني الليلة هنساك، أنا عجزت أفرق نجوم ليلك، كل ما بغيت أمشي.